يقول عليه الصلاة والسلام: خلتان في أمتي العامل بهما قليل والعمل بهما يسير، ومن عمل بهما دخل الجنة. يا نبي الله، خلتان؟ خلتان، من يريد دخول الجنة بهاتين الخلتان؟ الصحابة صعقوا: ما هما يا نبي الله؟ قال: تسبح الله عشر، وتحمد الله عشر، وتكبر الله عشر. يا نبي الله، هذه الأولى. طيب والثانية؟ قال: إذا أويت مضجعك تريد النوم، تسبح الله 33، تحمد الله 33، تكبر الله 34. قال: يا نبي الله، هذه نعملها. قال: لا، يأتي الشيطان أحدهم عند صلاته، فبعدما يسلم يقوم: قم 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 قم، فيقوم ويخرج وما ذكر الله، ويأتيه عند فراشه فتنام عينه ولم يسبح الله. فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب اشتكيا إلى النبي، فقالت: يا نبي الله، فاطمة تقول: أريد خادما يخدمني في البيت. قال: إذا أويتما إلى مضجعكما تريدين النوم، فسبح الله 33، احمد الله كبر 34، خير لكما من خادم. يقول قائل: طيب، فاطمة تريد خادم، الرسول قال: سبح الله 33، ما دخل التسبيح بالخادم؟ يقول علماء: يعطيك الله قوة ونشاط، كأن معك خادما في البيت.